اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا في البدايه برحب بدكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الجمباز في النادي الاهلي. اهلا بك يا دكتور. اهلا كابتن هيثم، منورنا. ربنا يخليك، سعيد بوجودي معاك. حضرتك بيبقى ممتع بصراحه. ربنا يخليك دكتور. هنبتدي كلام عن الجمباز. احنا اتقابلنا من فتره وحضرتك كنت حاطط استراتيجيات وطريقه عمل، وفي اليه عمل دلوقتي حصل عليها ابديت او حصل عليها تحديث. اليه العمل جوه قطاع الجمباز بقى، لان حضرتك على راس هذه المنظومه، في وجود خبراء جداد مجلس الاداره وفرهم، سواء خبير للرجال او السيدات وابطال اولمبيين، شايف اليه العمل ازاي؟ اليه العمل ماشيه ازاي في قطاع الجمباز دلوقتي يا كابتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد ان انا مع حضرتك. هو طبعا كجهاز جمباز في كتير من العناصر، يعني عندك قطاع للبنين، عندك قطاع للبنات، عندك مدرب عام فوق قطاع البنين، مدرب عام فوق قطاع البنات، ثم تحت كل قطاع مجموعة مدربين بيقوموا بالمهام. ده كان للأعمار السنية بقى. الأعمار السنية المختلفة كلها. السنة الموسم الحالي أضيف إلينا، طبعا بشكر مجلس إدارة على توفير خبر أجانب، ودي حاجة إحنا يعني بنعرف قيمتها وما بنستكبرش إن إحنا نستعين بخبر أجانب، لأن في مدارس سبقتنا في هذا الأمر. بحييك على ده جدا يا دكتور والله. فأنت لما بتستعين بخبر أجانب هم إضافة لينا، لكن كيف يتم توظيفهم في المنظومة اللي أنت موجودة بالظبط، بحيث إن لازم كل الناس اللي موجودة في المنظومة تشتغل بهارموني واحد، توافق واحد، علشان تمشي في طريق واحد بفكر واحد لكل اللي في المنظومة. يعني المنظومة دي لو حصل اختلاف في وجهات نظر او عدم تنظيم الدنيا مش هتمشي. انعكاسات كبيره. هم لما جم علينا قعدت معاهم فهمهم احنا ماشيين ازاي، الطريقه اللي بندير بيها ازاي، دور كل واحد في المنظومه ايه، من اصغر مدرب للمدرب العام، دور الجهاز الاداري بتاعي ايه، دور الجهاز الطبي ايه، بيعرفوا التعامل مع اولياء الامور. ده كل شيء يعني هم دخلوا في السيستم بتاعنا بشكل جيد، لان احنا اديناهم معلومات مستفيضه عن كل شيء. ما شاء الله. النادي الاهلي هو مين؟ النادي الاهلي احنا لو بنخطط عشان ايه؟ هل احنا قطاع ممارسه وخلاص، ولا قطاع بطوله، ولا قطاع بطوله، ولا الاثنين، ولا احنا عندنا قطاع صغير في الناشئين عايزين نخليه للممارسه، ومش عايزين نستهلكه في صراع البطوله لحد لما نوصل بالتدريج كده ان احنا ندخل في البطوله. يعني احنا في القطاع عندنا في بطولات تحت 6 سنين. صحيح. في ال6 سنين دول حضرتك ما ينفعش تتعامل عن ان ده قطاع ضاغط، منافسه تخضعه للاحمال بدنيه ومهاريه عاليه. لا لا لا، ده عنده اهداف تانية خالص. انما قطاع الدرجه الاولى بقى لا، بطوله، ده بتتكلم على البطوله. صحيح. فانت في القطاع بتاعك كله في تباين كبير في الاهداف، وكل مرحله سنيه ليها هدف انت عايز تحققه. يعني مرحله الناشئين الصغيرين دول انت عايز تاسس، عايز تبني، عايز توجد سلوكيات لاعب الجمباز يكتسبها في السن الصغير. الاداء والتفاصيل خلينا اقول عليها الاساسيه اهم من المكسب 100 مره، لان هو مش مطالب منه مكسب. اكتساب السلوك والقيم والاخلاق وروح النادي الاهلي اهم من انك تقول له انت لازم تكسب. ما شاء الله. كل ما نطلع بالتدريج بقى يبدا يخش موضوع الفوز، يدخل الكلام ده. انت بقى اللي انا بقوله لك ده احنا بننقله للناس، وبعدين اديناهم فرصه ينزلوا يشوفوا اللي احنا قلناه، اديناهم فرصه يعملوا اختبارات لجميع قطاعات الفرق. ما شاء الله. بالتعاون مع المدربين والمدربين العموم اصبح عندهم فكره كامله عن كل لاعب في الملعب، فاصبح التصور اللي احنا بنقوله بقى واضح عندهم. الفرقه دي احنا عايزين منها ايه السنه دي؟ نعم. اصبح بالنسبه لهم واضح، بيضيف ليك وتتقبل هذه الاضافه. هم يعني مش عايز اقول ان هم انبسطوا جدا من اللي شافوه عندنا. فعلا. ما انا شايف واشادوا جدا باللي موجود. كريم ويحيى كانوا معايا قبل حضرتك، قالوا ان هم قالوا عندنا خامات وسيستم جيد جدا. ودول ابطال اولمبيين وده الحقيقي. 3 سنين وده جور 3 سنين بطل الاولمبياد، وده مش مجاملات، احنا بنتكلم في شغل. الناس جايه بالزبط. عشان تعمل شغل، مش جايه عشان تجامل. لو لقوا المنظومه دي مش قويه، المنظومه دي مش منضبطه، هيجي يقول لك شكرا انا ماشي. ولكن هو بالعكس، ده هو من مصلحته ان يقول لك لا 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 الدنيا بايظه وانا هصلح وانا هعمل. لكن هو جه قال لك
انتوا ماشيين كويس جدا، انتوا عندكم خامات كويسه جدا، البرامج اللي انتوا شغالين بيها والفكر اللي انتوا شغالين بيه كويس جدا، لكن انا هطور معاكم وهمشي معاكم. حلو جدا. فاصبح في توافق متكامل في المنظومه. انت عارف كل مرحله سنيه عايز منها ايه، عارف المنافسه فين، وخصوصا في الفرق بقى الدرجه الاولى. هي حضرتك ما هو ده الزيتونه زي ما بيقولوا بقى الدرجه الاولى. بس هنا النهارده بفضل الله مع التطوير اللي بيحصل ده، انت حافظت على مركزك الاول في بطوله الجمهوريه رجال، وسيدات واخدين تاني برضو بعد منافسه شرسه كبيره، والدنيا قريبه بين الاول والتاني. بالزبط. يعني النهارده انت مع التطوير ده ما حصلكش دروب. لا بالعكس، الحمد لله بفضل الله. بالعكس، هو التطوير ده كمان خلانا نمشي في سكه اللي هي سكه التعاقب الاجيال. انت عندك فريق دلوقتي بيكسب، طب الفريق ده ليه عمر بعد سنتين ثلاثه، سنتين ثلاثه، طيب اللي تحتيه بقى واللي تحتيه. فانت في ثلاث فرق في المنطقه اللي فوق اللي هم بيغذوا بالتدريج كده الفريق الاول، انت لازم احنا محققين فيهم نتائج كويسه جدا على قطاع الناشئين، على قطاع اللي تحتيه ما شاء الله، عشان يفضل عندك التسلسل في الاستمراريه. ومن دلوقتي بتفكر في اولاد صغيره ازاي دي هتكون ابطالنا في المستقبل. عندك طبعا الارقام صعب ان حضرتك تبقى حافظها، بس هل عند حضرتك تصور عندك مثلا، يعني كابتن محمود الخطيب دايما بامانه، وانا بحب اشير للموضوع ده في كل الحفلات او كل مراسم او احتفالات مراسم توقيع الرعايه، كان بيشير في اول كلمه لكابتن محمود الخطيب انه انا برعى 19 لعبه، وال 19 لعبه مطالب مني ان انا اخرج منهم ابطال بناشئينهم. يحضر حضرتك رقم لاعبين، عدد لاعبين ولاعبات، مش هناخد الدرجه الاولى، هناخد من اول الشباب او الشابات تحت 19 وانزل بيهم لغايه المدارس. انت حضرتك رقم تقريبا عندنا كام لاعب ولاعيبه في الفرعين؟ احنا عندنا دلوقتي 450 لاعب، وده رقم يعتبر بالنسبه للجمباز، بالنسبه لانديه ثانيه كتير، ده رقم انت كده مدخل المدارس معاك ولا مش مدخل؟ لا 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 خالص، لسه في قطاع تاني، المدارس والاكاديميات ده موضوع تاني. انت حضرتك بتتكلم على، انا بكلمك على اللاعبين المسجلين باسم النادي الاهلي، وبياخدوا رعايه وتمرين وصلاه وتدريب، وكل واحد فيهم، لان انت بتشتغل بشكل فردي طبعا، ليه اسلوب وليه طريقه في التعامل وليه مدخل في تعليم الحركات، وبالتالي انت الجمل لازم يتقنها، بتشتغل صحيح كفريق بشكل جماعي، لكن في داخل المنظومه في شكل فردي. هي لعبه فرديه، هي لعبه فرديه صحيح، بيتمرنوا مجموعه مع بعض، لكن كل واحد ليه مدخل وطريقه. ما تقدرش تستخدم طريقه تعليم واحده لكل الناس، ما تقدرش تستخدم اسلوب في الشرح وفي التوجيه وتعديل الاخطاء واحد لكل الناس، وده بيلقي عبء كبير جدا على المدربين وعلى الجهاز الفني. مجهود جبار يا كابتن بصراحه. الجمباز هي اصلا لعبه صعبه مركبه جداً. عدد الحركات كتير، انت مثلا في الوزب الطويل او الوزب العالي اللاعب بيبقى عنده مهاره واحده بيتدرب عليها ويتقنها ويشتغل عليها. لا انا عندي بقى ست اجهزه، كل جهاز عليه مجموعه حركات فانت وبيتغيروا، ما بتفضلش ثابته، بيتغيروا كمان، في حاجات، في نقط فنيه تحكيميه وفي نقط تكنيكال فنيه عاديه طبعا، فانت محتاج كل الكلام ده، يبقى المدرب مركز مع اللاعب بشكل كبير جدا. لا مجهود جبار ده، غير اللي بيحصل في قطاع المدارس. قطاع المدارس الرقم ده اضربه في 3 4 في المدارس، قطاع المدارس والاكاديميات اللي تحت بقى ده حاجه تانية خالص. بس احنا مهتمين بيه جدا برضو، عشان هو ده اللي بيغذي الفرق، ده هتلاقي بقى في 3 4 اضعاف العدد ده. فخلي بال بقى حضرتك كمان، انك لما بتيجي تنتقي من هذا القطاع بتركز جدا جدا في انتقاء افضل عناصر، ومش بتنتقيهم كده، ده دول قبل ما تنتقيهم اللي هم عندهم 5 سنين واربع سنين خاضعين لبرنامج تدريبي احنا حاطينه لمده سنه، عشان يعني ما تظلمش اللاعب. ده انا بديله برنامج تدريبي في كل ما هو مرتبط بالقدرات البدنيه والحركيه الخاصه بالجمباز لمده سنه، وبعدين اعمل اختبارات اخد اقوى العناصر. ما بتجيبش من كده تقول تعالى، لا انا اديله الجرعه التدريبيه واشوف. لا.